Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin. Sayyidi wuldi Adam yawmal qiyamah. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Halumma ayyuhal ikhwan. إلى الحلقة الأخيرة من سلسلة شرح قصيدة عنوان الحكم، فقد بقيت عدة أبيات من هذه القصيدة، فتعالوا نكملها إن شاء الله سبحانه وتعالى اليوم. يقول رحمه الله: يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا، يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا، من كأسه هل أصاب الرشد نشوان؟ يا رافلا في الشباب الرحب، رافل فاعل من رفل يرفل، أي مشى متبخترا، مشى مشية الخيلاء، مشى مشية الكبر. يقال إنه يرفل في حلل الفخر. يا رافلا في الشباب الرحب منتشيا، يا من يتبختر ويمشي الخيلاء لابسا حلة الشباب المكتمل، هذا الشباب النضر البهي المبتهج، منتشيا من كأسه، أي سكرانا من رحيق هذا الشباب، قد انتشيت وسكرت من شبابك وشربت هذه الكأس المترعة المتدفقة فأسكرتك كأس الشباب سكرا غامرا. أفق أيها الغافل، هل أصاب الرشد نشوان؟ لأن النشوان السكران، السكير المعربد، لا يرشد، لا يثبت على الجادة، لا تستقيم قدماه على الصراط المستقيم، بل تراه يمشي مشية متمايلة، وقد يحيد عن الطريق، وقد يعثر، وقد يزل، وقد يقع في الحفرة. فبالله أفق من سكرتك، واصح من غفلة الشباب والفتوة والقوة. يا رافلا في الشباب الرحب، أي في هذا الشباب الواسع الكامل الرائع، أنت تظن أن هذا الشباب سيبقى سرمدا؟ كلا، بل سيفنى هذا الشباب إلى شيخوخة تكون فيها مفند العقل، لا تغترر بشباب رائق نظر، لا تغترر بشباب رائق نظر، فكم تقدم قبل الشيب شبان، لا تغتر
بهذا الشباب الرائق البهي الرطي النضر الذي يروق مرآه ويعجبك حسنه. لا تغترر بهذا الشباب الكامل والفتوة المتدفقة الرائقة اللذيذة الجميلة البهية ذات الرونق والبهاء. لا تغترر بهذه الفترة من العمر فإنها ظل زائل وسيقوس ظهرك وستضعف نفسك ويضعف بصرك في يوم من الأيام. لا تغترر بشباب رائق نضر فكم تقدم قبل الشيب شبان وقد يأتيك الموت وأنت في مقتبل العمر وأنت في ريعان الشباب. لا تغفل استعد للموت لأن الموت لا وقت له وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قد يبقى الشيخ ويرحل الشاب فكم تقدم قبل الشيب شبان قبل الشيوخ يموت الشبان في كثير من الأحيان نرى ذلك بأم أعيننا. ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان. ثم يخاطب الشاعر رحمه الله الشيخ الفاني يقول يا أخ الشيب أي يا صاحب المشيخة يا صاحب الشيخوخة الضعيفة التي تدنيك من القبر لو ناصحت نفسك لو كنت مخلصا ناصحا لنفسك لعلمت أن الموت قريب ولفطنت للأمر وصرت مجتنبا للمعاصي ولكن نراك في هذا العمر في هذه المرحلة من العمر نراك منهمكا في الغي. بالله قل لي هل تظن أنك تخلد في الدنيا؟ لو ناصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذة إمعان. لو كنت ناصحا عاقلا لما كنت ممعنا منهمكا في اللذات والأهواء بل اجتنبت هذه الحياة الترفة هذه الحياة الحرة. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهويه شيطان. هب أي افترض افرز أن الشبيبة أي أن الشباب تبدي عذر صاحبها. الشباب يظهر عذر الشاب لأن الشاب قد يعذر قد يعذر في العربدة قد يعذر في الغي مع أنه لا عذر لأحد وقد جاءه القرآن وقد بلغه بعثة الرسل ولكن الشاب أعذر من الشيخ. هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها افترض أن الشاب معذور وأن هذا الشباب
قد يكون عذرا للشاب المكتمل. ما عذر أشيب؟ ولكن ما عذر الشيخ منهمكا في الغي يستهويه شيطان يستجريه شيطان ويضله الشيطان ويمده في الغي ولا يقصر؟ ما عذر هذا الشيخ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر. فالشيخ الذي يزني يمقته الله لأنه قد فقد دواعي الزنا ومحركات الشباب ومع ذلك يزني، فهذا أشنع وأقبح وأوقح. والملك الكذاب، ما حاجة الملك أن يكذب؟ والعائل المستكبر، الفقير يتكبر مع أنه لا داعي له إلى الكبر والفخر والغرور لأنه صفر اليدين، مع أن الكبر مذموم من الغني، إلا أنه أكثر ذما وعيبا من الفقير. كل الذنوب فإن الله يغفرها، ثم ينصح المذنبين الفاسقين بالتوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة. كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان. بل هذه نصيحة بالتمسك بالإيمان والاحتفاظ بالتوحيد، وألا يترك الإنسان من دينه وإيمانه ذرة بأي ثمن. إن شيع المرء إخلاص وإيمان، هذا من تشييع الجنازة، يعني إذا كان الإيمان والإخلاص مع الإنسان إلى القبر، إذا كان الإيمان يشيع جنازته إلى القبر، يعني مات على الإيمان وذهب إلى القبر مع الإيمان والإخلاص في التوحيد، فالمرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يغفر الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان، يعني إن مات العبد على الإيمان والتوحيد والإخلاص واليقين. فاحتفظ بهذه الثروة وضلنا بهذا الكنز الثمين الذي لا يقضم، لا تتركه أبدا. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. القناة العصا والقصب، وهنا ذلك كناية عن عقيدة الإنسان وعن دين الإنسان. إذا حدث في دين المرء كسر ونقص فلا جبران ولا عوض ولا تلافي له. وأما إذا وقع نقص في أي شيء فيمكن أن يجبر ويعوض بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان الدين معه والإيمان صاحبه ورفيقه. خذها سوائر أمثال مهذبة،
خذها خذ هذه الأبيات سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان خذ أيها الطالب خذ أيها العالم خذ أيها المسلم هذه القصيدة هذه الحكم والمواعظ الغالية سوائر أمثال مهذبة أي أمثالا سائرة هذه أمثال مشهورة قد ضمنتها هذه القصيدة مهذبة وقدمتها لك مهذبة منقحة ملخصة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان لطالب البيان والتوضيح والشرح والبصيرة في هذه القصيدة بصيرة وعبرة وتبيان وإيضاح وشرح وتفصيل بشرط أن يعي لقد أسمعت لو ناديت حيا لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن لا تنادي لمن تنادي ولكن لا حياة لمن تنادي أعاذنا الله من موت القلوب يقول الشاعر خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يبتغي التبيان تبيان ما ضر حسانها والطبع صائغها ما ضر حسانها والطبع صائغها أن لم يصغها قريع الشعر حسان يقول رحمه الله والآن جاء أوان فخره يقول ما ضر حسان هذه القصيدة أي شاعر هذه القصيدة يريد نفسه ما ضر حسانها وحسان كناية عن الشاعر ما ضر حسان هذه القصيدة لأنه قد ضارع حسان بن ثابت رضي الله عنه في هذه القصيدة ما ضر حسانها والطبع صائغها وقريحة الشاعر قد صاغت هذه القصيدة وقد جادت بهذه الأبيات وبهذه الأمثال الغالية وبهذه الحكم الثمينة وبهذه النفائس والدرر العظيمة ما ضر حسانها والطبع صائغها أي الطبع هو الذي صاغ هذه القصيدة وصنع هذه القصيدة وقد وافقه الطبع وافق الشاعر طبعه وجادت قريحته وكانت طبيعته سائلة منسكبة في هذه القصيدة فإذا كان الأمر كذلك فما ضر حسانها أي ما ضر شاعر هذه القصيدة والطبع صائغها أن لم يصغها قريع الشعر حسان لا بأس إن لم يكن شاعر هذه القصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه وصاغه وقرضه وصنعه أحد الشعراء المتأخرين أي أبو الفتح البستي أن لم يصغها قريع الشعر حسان قريع الشعر أي فارس حلبة الشعر وهو حسان بن ثابت فليس شاعر هذه القصيدة فارس حلبة الشعر والبارع في مضمار الشعر حسان بن ثابت لم يقرض هذه القصيدة ولكن هذا لا يقلل من قيمتها انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال فهذه القصيدة جديرة بأن يحتفظ بها وبأن تنقش في لوحة القلوب وبأن يعمل بها وبأن تطبق في الحياة ما ضر حسانها والطبع صائغها أن لم يصغها قريع الشعر حسان وهذا مقطع القصيدة
وفقنا الله سبحانه وتعالى للاستماع إلى أحسن القول والعمل به. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.